معنا عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري المعارض الأستاذ ياسر الفرحان. أستاذ ياسر، يعني ما الجديد الذي جاء في ورقة ديمستورا والتي رفضت المعارضة تسلمه في السابق حتى تسلمته مجددا؟ يعني ديمستورا يعود لفكرة السلال الأربعة ويطرح النقاط التي تشكل محاور هذه السلال لبحثها من قبل الأطراف المفاوضة. ما من شك بأن المعارضة تركز على الانتقال السياسي، لأن جوهر هذه المفاوضات هو عملية الانتقال السياسي، ومن غير تحقيق تقدم بالانتقال السياسي لن تنجح باقي الملفات. وتعتمد المعارضة في ذلك على شرعية القرارات الدولية وعلى مشروعية قبول الشعب السوري بنتائج هذه المفاوضات. القرارات الدولية في 2254 والذي يعتبره ديمستورا مرجعا أساسيا في هذه المفاوضات، يعتمد ديمستورا على البند الرابع فيه، والذي يقول بأن هدف المفاوضات تحقيق حكم غير طائفي شامل للجميع وذو مصداقية، وبالتالي يضع هذا الحكم آليات وليس يصوغ الدستور، يضع آليات لصياغة الدستور ويضع جدولا زمنيا لأجل ذلك، ويحدد طريقة انتخابات نزيهة تخضع لرقابة الأمم المتحدة. هذا هو يعني العرض الذي يقدمه ديمستورا. لو دخلنا في مضمون ذلك نجد بأن ديمستورا ينسى البند الأول من القرار 2254 والذي يقول بأن المفاوضات تعتمد في نتيجتها على التطبيق الكامل، أو الحل السياسي يعتمد على التطبيق الكامل لبيان جنيف، وبيان جنيف ينص على أن هدف المفاوضات الوصول إلى هيئة حكم انتقالية كمنتصف الصلاحيات التنفيذية. وهذه الهيئة وفق القرار 262 للجمعية العامة للأمم المتحدة تشمل صلاحيات الرئاسة والحكومة، الرئاسة يعني بشار الأسد، والحكومة وتشرف على مهام الأمن والجيش. وإذا عدنا إلى أساس بيان جنيف وفق القرار 2118 فإن هذه المفاوضات تصل إلى هذه الهيئة للحكم الانتقالي بالتراضي المتبادل، وبالتالي لا يمكن أن تقبل المعارضة ببقاء بشار الأسد، بالنتيجة يعني رحيل بشار الأسد. هذا من يعني من ناحية القرارات الدولية وشرعية الحل الذي يسند إليها. نأتي على جانب آخر مهم، وهو قبول الناس بهذه النتائج التي تعطيها المشروعية اللازمة. لا يمكن أن يقبل الشعب السوري، ولا يمكن أن يكون هناك حل حقيقي في سوريا، لا يمكن أن يعود 14 مليون سوري إلى بيوتهم طالما بشار الأسد في السلطة. طيب يعني الآن أستاذ ياسر، يعني ماذا بعد تسلم كل من وفد المعارضة وفد النظام هذه الورقة؟ يعني المعارضة دخلت في صلب الموضوعات التفاوضية، بعدما كانت الجولة السابقة هي مفاوضات على إطار المفاوضات، على الإطار التفاوضي، وبالتالي هذا ما أحرج النظام بشكل حقيقي، لأن النظام يعتمد على الحل العسكري فقط. وأي حل سياسي، أي عملية سياسية، يعلم النظام ويدرك أكثر من الآخرين بأنها تفضي بالنتيجة إلى رحيله، إلى إضعافه، وهو يحاول أن يفشلها بأي شكل. حالة الصبر التي تحلت بها المعارضة في الجولة الماضية، وحالة المهارة التي تحلت فيها المعارضة في الجولة الماضية والجولة الحالية، استطاعوا من خلالها أن يصلوا إلى نتائج بالدخول في صلب الموضوعات، وبالتالي المعارضة قدمت أوراق متكاملة لرؤيتها حول المرحلة الانتقالية. يعني نحن نعلم بأن الهيئة العليا للمفاوضات لديها أوراق كاملة بهذا الإطار، بينما النظام يطرح حلا هزليا، يريد وحدة وطنية، يريد أن يحاول أن يحرف الأمور باتجاه الإرهاب، ويتناسى بأن الإرهاب يتغذى ويتعيش على وجوده، وهو أيضا يستفيد من وجود الإرهاب، وينسى بأن لا يمكن توحيد كل القوى السورية باتجاه محاربة داعش إلا إذا رحل هذا النظام. نعم استاذ ياسر، قبل ان اختم معك فقط، ما الذي يمكن ان ينتج عن هذه المفاوضات بعجاله لو سمحت، وفق المعطيات الحاليه وفق رؤيتك ومصادرك؟ انا حسب يعني معلوماتي، المعارضه لديها الرؤيه المتكامله التي تساعد على انجاح هذه المفاوضات، لكن هذه المفاوضات لن تنجح الان. لماذا؟ لان المجتمع الدولي والاطراف الراعيه غير جاده لانجاحها.
باختصار شديد ما نحتاجه هو ضغط دولي على حقيقي على النظام يقبل بهذه الحلول. النظام يعطل هذه الحلول والمجتمع الدولي لا يفعل شيئا. يعني روسيا تستلم الملف بشكل كامل وصمت أمريكي كما نجد يعني، وبالتالي كل هذا لا ينجز ولا يساعد على إنجاز حل. نعم، شكرا جزيلا لك ياسر الفرحان، عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري المعارض، شكرا لك.